خويا على حسب هذه الحديثه اللي شفت دابا، لان بعدا اولا كاين السرعه المفرطه والتهور، هذه كنسميوها السرعه المفرطه والتهور من الطرف السائقين بجوج، لا لا داك اللي من لهيه ولا اللي من هنا. الناس كيمشيو مع الشغالات ديال الدنيا، عيط عليه شي واحد صاحبه وقال له اجي دابا 5 دقائق تكون عندي، هو كيحسب له غادي في صاروخ، هو راه غادي يتخبل مع مجموعه ديال السائقين في الطريق معصبين اكثر منه. والناس كيمشيو ما مركزينش، كيمشي غادي خصو يوصل داك 5 دقائق خصو يضبطها، واذا بيا في الاخر كيعطل حياته كيعطل كل شيء، كيضيع راسو كيضيع معاه بزاف ديال الحوايج كيضيعو، كيضيع حتى عائلته. هما دابا عائله ديالهم غيرونوا عائله على قدها. الو انا حديثه، الو فلان مات، الو علاش هذا الشيء كله؟ راه هذا الشيء كله تيرجع غير الاخطاء البشريه، الناس خصهم يضبطوا راسهم. عيط عليك صاحب قال لك اجي دابا 5 دقائق، لا قول لي خصني نعطي الطريق الحق ديالها، راه الطريق عندها حق. يعني غتخرج من دارك وتمشي لخدمتك راه الطريق خصها حقها. ماشي غنخرج من داري ندي ولدي غنهزو غنديه بسرعه، راه هذاك الشيء هو السبب اللي كنوصلوا ليه دابا الناس كدابز في الطريق. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.